Agenda santé. أهلا وسهلا بكم. أجندة سانتي هي الموعد الاستثنائي في تونس اللي نقدمه لكم أهم المواعيد الطبية لكونغري لفورام هذا وأكثر تلقاوه معنا كل يوم في أجندة سانتي. نعود ذكركم أنه دات ليميت لانفوا أون لين دي ريزومي دي ترافو prévu pour le 27 mars 2022. هذا فيما يخص la 17e journée nationale de la recherche en psychiatrie prévue le 19, 20 et le 21 mai 2022 بحد النزول الخاصة بولاية المنستير. Les thèmes بالنسبة للسنة difficultés diagnostiques et thérapeutiques en psychiatrie, dépistage des sujets à haut risque de psychose et intervention précoce. أكثر تفاصيل lien d'inscription تجمو تلقاو على الباج officiel Facebook لراديو الحياة FM إذاعة القيروان للصحة. هذه فيما يخص la 17e journée nationale de la recherche en psychiatrie prévue من 19 حتى 21 مي 2022. كانت هذه أجندة سانتي بالنسبة لليوم. أجندة سانتي.